أعرب حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة والتي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة التي تشهد على الدوام المزيد من النماء والتطور في شتى المجالات. مؤكدا جلالته حرص البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصغير هذا اليوم لمعالي السيد آلان دينكن نائب وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا. واستعرض جلالته مع معالي السير دينكن مسار العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وتعاونهما المشترك على كافة المستويات في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز هذه العلاقات العريقة وتنميتها وتوثيق أواصرها. وأكد العاهل المفدى أن العلاقات البحرينية البريطانية التي تمتد لأكثر من 200 عام تتميز دائما بعراقتها وخصوصيتها في ظل ما يربط المملكتين من تعاون وثيق وروابط متميزة وما يجمعهما من تفاهم وتنسيق تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. بدوره أشاد نائب وزير الخارجية البريطاني بلقائه مع جلالة الملك المفدى والذي يعكس عمق علاقات الشراكة المتينة والتعاون الوثيق القائم بين البلدين حيال مختلف القضايا متمنيا لهذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار.